السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد النهاردة مادة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي، الفصل الدراسي الأول. وهناخد النهاردة إن شاء الله درس جديد، وهو درس الديكو الذكي. الديك الأحمر كان يلتقط الحب، وحوله الدجاج والكتاكيت والبط والإوز. صاح الديك: هذا ذيل الثعلب، الثعلب المكار يقف خلف الدار. فأين يقف الثعلب؟ خلف الدار. هيا صيحوا يا أصحاب، سمع الكلب صياح الطيور. ماذا سمع الكلب؟ صياح الطيور. قفز الكلب وجاء بسرعة، يبقى ماذا فعل الكلب عندما سمع صياح الطيور؟ قفز وجاء بسرعة. هرب الثعلب المكار وجرى بعيدا، ماذا فعل الثعلب عندما جاء الكلب؟ هرب وجرى بعيدا. فرحت الطيور ورقصت وغنت، ماذا فعلت الطيور عندما هرب الثعلب؟ فرحت الطيور ورقصت وغنت. طيب يلا بينا يا أصحابي كده نشوف مع بعض معاني الدرس. الديك الأحمر كان يلتقط الحب، يلتقط يعني يأخذ، جميل. وحوله الدجاج والكتاكيت والبط والإوز. البط مفردها إيه؟ مفردها البطة. صاح الديك: صاح يعني رفع صوته عاليا. الثعلب المكار يعني ايه المكار؟ يعني المخادع، جميل. يقف خلف يعني وراء. هيا صيحوا يا أصحاب، مفرد أصحاب صاحب. سمع الكلب صياح الطيور، مفرد الطيور الطائر. قفز الكلب وجاء بسرعة، قفز يعني نط. فرحت الطيور وغنت، مضاد فرحت حزنت، جميل. يلا بينا نشوف مع بعض شبكة مفردات لكلمة الثعلب. ممكن اقول ايه الثعلب موجود في ايه؟ الثعلب ممكن اقول ان هو حيوان، وممكن مفترس، وممكن ذيل، وايه تاني في الثعلب؟ مكار. برافو عليكم. يلا بينا كده نشوف كلمة الديك. الديك اسم ولا فعل؟ الديك اسم، والديك لام شمسية، اسم ولام قمرية. كان يلتقط الحب، يلتقط فعل، فعل مضارع طبعا. الحب اسم ولام قمرية. وحوله الدجاج، هي الدجاج اسم ولام شمسية. وده حرف ايه؟ حرف عطف. الكتاكيت برضو اسم ولام قمرية. البط اسم ولام قمرية. والإوز، الإوز برضو اسم ولام قمرية. صاح فعل ماض. برافو. أديك نفس الكلام لسه قايلينها، اسم ولام شمسية. هذا ده ايه؟ هذا اسم إشارة. ذيل اسم برضو. الثعلب برضو اسم ولام شمسية. المكار اسم ولام قمرية. يقف خلف دي حاجة جديدة معانا اسمها ظرف مكان. خلف دي ظرف مكان. خلف الدار دي برضو اسم ولام شمسية. هيا صيحوا يا أصحاب، يا دي أداة ايه؟ نداء. طب يا أصحاب على بعض اسلوب نداء. سمع فعل ماض. الكلب اسم ولام قمرية. صياح اسم. الطيور لام شمسية. قفز فعل ماض. جاء فعل ماض. بسرعة الباء حرف جر طبعا، وبسرعة فيها تنوين بالكسر. هرب فعل ماض. الثعلب زي ما قلنا اسمه لام شمسية. وجرى، جرى فعل ماض، وطبعا جرى اخرها الف لينة، يعني بنطقها الف وبكتبها ياء. فرحت الطيور، فرحت ده فعل ماض.
ورقصت وغنت، برضو رقصت فعل ماض وغنت فعل ماض. غنت فيها حرف مشدد أو حرف مضاعف اللي هو النون. أكمل خريطة الكلمة. خريطة الكلمة هنا بيبقى طالب مني، طبعا بيبقى طالب مني 4 حاجات، بيبقى طالب مني النوع والمرادف والمضاد والجملة. طب يلا بينا، كتب لي كلمة خلفة. خلفة يا ترى اسم ولا فعل؟ خلفة دي نوعها اسم. طيب معنى خلفة ايه او مرادف خلفة؟ وراء، ومضادها امام. طب يلا كده نفكر، نحط جملة، نحط كلمة خلفة في جملة. الثعلب المكار يقف خلف الدار. جميل جدا، يبقى عرفنا كده خريطة الكلمة وافتكرنا خريطة الكلمة بيبقى طالب مني 4 حاجات، النوع والمرادف والمضاد والجملة. عايز برضو خريطة الكلمة لكلمة صاحة. طبعا زي ما اتفقت معي خريطة الكلمة يعني عايز النوع والمرادف والمضاد والجملة. طيب صاحة معناها ايه؟ رفع صوته عاليا. صاحة ديك يعني رفع صوته عاليا. مضادها ايه؟ مضادها سكتة. طب يا ترى صاحة دي اسم ولا فعل؟ فكر كده، صاحة فعل. يلا بينا نحطها في جملة. طبعا ممكن احطها في جملة، اي جملة او جملة من الدرس، الاتنين صح. طب افكر كده، احط كلمة صاحة في جملة. صاحة ديك هذا ذيل الثعلب. ممتاز، سنة ثانية. صل الكلمة بالمعنى المناسب. يلتقط، يأخذ. هيا، تعالوا. الصياح، الصوت العالي. هات جمع الكلمات الآتية. جمع كلمات أديك، أديك أو أديوك. جمع ذيل، ذيول أو أذيال. جمع الكلب، الكلاب. جمع الثعلب، الثعالب. كده سنة ثانية احنا عرفنا جمع الكلمات. صل الكلمة بمضادها. مضاد يعني عكس. بسرعة مضادها ببطء. فرحت مضادها حزنت. بعيدا مضادها قريبا. لو جيت سألت كده سؤال وقلت أين يقف الثعلب المكار؟ هي في الدرس عندي. الثعلب المكار كان بيقف فين؟ الثعلب المكار يقف خلف الدار. جميل جدا، برافو. طيب سؤال تاني، من سمع صياح الطيور؟ جميل، سمع الكلب صياح الطيور. متى جاء الكلب؟ جاء الكلب عندما سمع صياح الطيور. ماذا فعلت الطيور عندما هرب الثعلب؟ فرحت الطيور ورقصت وغنت. جميل. طيب كده سنة تانية، لما يجي يقول لي العنوان المناسب للدرس هو الديك الأحمر ولا الديك الذكي ولا الديك والثعلب؟ طبعا سنة تانية أنا عارف إن أنا عندي، كان عندي في الدرس الديك الأحمر، وكان عندي الديك الذكي، وكان عندي الديك والثعلب. طب أنا هختار إيه؟ هختار الديك الذكي، لأن هي هو ده الهدف من الدرس، إن هو بيوضح لي إن الديك ذكي وإن الديك تصرف بإيه؟ بذكاء. يبقى العنوان المناسب هو الديك الإيه؟ الذكي، لأن دي كانت أهم صفة عندي في الدرس. كده سنة تانية نكون انتهينا من درسنا، ومع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أصحابي، عاملين إيه؟ النهاردة هناخد درس جديد من دروس الأساليب، وهو بعنوان ضمائر الغائب. ضمائر الغائب، ضمائر الغائب دي بتكلم عن حد مش موجود، بتكلم عن حد إيه؟ مش موجود. وعاقل، يبقى الضمائر الغائب بتكلم عن حد مش موجود وعاقل. طب يلا نشوف معايا الأمثلة. هو تلميذ مجتهد، هو يذاكر الدرس.
تبينا نشوف بقى الفرق بين المثالين. هو عندي اول ضمير للغائب يستخدم للمفرد المذكر العاقل، يبقى اول ضمير هو يستخدم لايه؟ للمفرد المذكر العاقل، ممكن يجي وراه اسم او فعل. طب يلا نشوف اول مثال بيقول لي ايه. هو تلميذ مجتهد. تلميذ هنا يا اصحابي اسم ولا فعل؟ اسم. مفرد ولا جمع؟ مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. طب تاني مثال، هو يذاكر الدرس. بعد ضمير هو جاء ايه؟ فاعل. يذاكر، هو مين اللي بيذاكر؟ الطالب. يبقى الطالب هنا ايه؟ عاقل. يبقى ايه؟ الضمير هو يجي مع الاسماء او الافعال. يبقى الضمير هو ضمير مفرد للمذكر العاقل، ممكن ياتي وراءه اسم او فعل، زي هو تلميذ مجتهد او هو يذاكر الدرس. تمام كده يا اصحابي؟ ده اول ضمير. تاني ضمير بيقول لي هي. هي طبيبة ماهرة. هي تحب القراءة. الضمير هي يأتي وراءه مؤنث، يأتي وراءه ايه؟ كلمة مؤنثة. كلمة ايه؟ مؤنثة، آخرها تاء مربوطة. طب يا أصحابي هنا طبيبة، طبيبة دي مفرد ولا جمع؟ مفرد يا ميس. اسم ولا فعل؟ اسم. مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. يبقى هي ضمير غائب للمفرد المؤنث العاقل. هي ضمير غائب للمفرد المؤنث العاقل، ممكن يأتي وراء هي اسم أو فعل، زي المثال اللي عندي بيقول لي إيه؟ هي طبيبة ماهرة، يبقى طبيبة هنا إيه؟ اسم. هي تحب القراءة، تحب هنا ايه؟ فعل، بيدل على ايه؟ المؤنث. يبقى تاني ضمير معايا هي، يستخدم لايه؟ ضمير غائب لمفرد المؤنث. تالت ضمير عندي ضمير هما. هاء ميم الف هما. الضمير ده بيستخدم لايه يا اصحابي؟ بيقول لي الضمير ده ضمير غائب للمثنى بنوعين. يعني ايه بنوعين يا ميم؟ يعني عندي مذكر وعندي مؤنث. مش احنا قلنا عندنا الكلمه ممكن تكون مذكره وممكن تكون مؤنثه؟ طب تعالى نشوف المثال بيقول لي ايه. هما تلميذتان. تلميذتان هنا يعني عندي ايه؟ تلميذه وتلميذه، اثنان بتكلم عليهم بقولهم بقول ايه؟ هما. هما تلميذتان او هما مهندسان. يبقى عندي هما ضمير غائب للمثنى بنوعين، ممكن يجي مذكر او مؤنث. مذكر زي هما مهندسان، يبقى مهندسان هنا كلمه مؤنث، كلمه مثنى، كلمه مثنى مذكره، اخرها ايه؟ الف ونون. طب المثنى المؤنث يا ميس اخره تاء، الف نون. تاء ايه؟ الف نون. الضمير اللي بعده هم. هم ضمير غائب لجمع المذكر العاقل. هم ضمير غائب لجمع المذكر العاقل، بيقول لي ايه؟ هم يذاكرون دروسهم. هم يذاكرون دروسهم او هم مهندسون. لما ايه اتكلم عن مهندسين، لما اتكلم عن ايه مهندسون، اقول ايه؟ هم مهندسون. هنا ايه؟ اسم. برافو. مفرد ولا جمع؟ جمع يا ميس. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. اخره ايه؟ واو ونون. يبقى انا بعرف الجمع المذكر اخره ايه؟ واو ونون. هم مهندسون. طب يا ميس في اسم ممكن يجي بعديه فعل؟ ممكن يا اصحابي. زي ايه؟ هم يذاكرون دروسهم. يذاكرون هنا ايه؟ فعل لجمع المذكر اخره واو ونون. تمام. نيجي بقى لاخر ضمير هن. هاء نون هن. يستخدم لايه؟ ضمير غائب لجمع المؤنث العاقل. هن ضمير غائب لجمع المؤنث العاقل. اعرف جمع المؤنث العاقل ده ازاي يا ميس؟ اخره الف وتاء. اخره ايه؟ الف وتاء،
زي اقول ايه؟ هن امهات رحيمات، هن امهات رحيمات. طب يا ميس، هنا امهات دي اسم، ممكن يجي بعديها فعل؟ ممكن يا اصحابي. يبقى نقول ايه؟ هن يشربن اللبن، هن يشربن اللبن. يبقى عرفنا كده يا اصحابي ايه هم الضمائر اللي عندنا، اسمها ايه؟ ضمائر المضارع. يلا نرجع عليها مع بعض. هو، هي، هما، هم، هن. يلا يا اصحابي نشوف مع بعض القاعده ضمائر الغائب. هو ضمير غائب للمفرد المذكر العاقل. طب هنا يا اصحابي عماله اقول عاقل عاقل، يعني هنا لازم ضمائر الغائب دي تيجي مع الانسان العاقل، ما ينفعش خالص اجيبها على الحيوانات او الجماد. هو الحيوان او الجماد، الجماد ده ممكن يفكر؟ لا. يبقى ايه؟ هو ضمير غائب للمفرد المذكر العاقل. طب فاكرين يا اصحابي انا قلت الامثله ايه هي؟ قلت نميز اللي هو تلميذ مجتهد، يبقى تلميذ هنا ايه؟ اسم مفرد مذكر عاقل. طب يا ميس ممكن يجي وراه فعل؟ صح يا اصحابي، زي المثال عندنا هو يذاكر الدرس. يذاكر هنا ايه؟ فعل مفرد مذكر للعاقل، تمام؟ يبقى هو ضمير غائب للمفرد المذكر العاقل. فهمنا كده اصحابي يعني ايه مفرد مذكر عاقل؟ تمام. هي ضمير غائب للمفرد المؤنث العاقل. يعني ايه مفرد يا ميس؟ يعني حاجة واحدة مؤنثة، يعني بتكلم عن بنت. البنت دي عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل يا ميس. يبقى لازم احط ايه ضمير؟ هي. يبقى هي ضمير غائب للمفرد المؤنث العاقل، زي هي طبيبة ماهرة او هي تحب القراءة. ممكن يجي بعد هي اسم او فعل، تمام. هما ضمير غائب للمثنى بنوعيه سواء مذكر او مؤنث، زي قلنا المثال عندنا ايه؟ هما مهندسان. مهندسان هنا ميس اسم مثنى، يعني اثنان مذكر لايه؟ للعاقل. طب المثنى المذكر ده يا ميس اخره ايه؟ الف ونون. اخره ايه؟ الف ونون. مهندسان، تمام. يبقى هما ضمير غائب المثنى المذكر او المثنى المؤنث، زي المثال عندي ايه؟ هما تلميذتان. تلميذتان اخرها ايه؟ تاء الف نون. تلميذتان هنا اسم مثنى مؤنث، تمام. هم ضمير غائب لجمع المذكر العاقل. هم ضمير غائب لجمع المذكر العاقل. كل اللي احنا خدناه قبل كده ده اصحابي ده للايه؟ للمفرد حاجه واحده بس، او المثنى حاجتين، لكن هم تستخدم لايه؟ للجمع اشياء كثيره. زي ايه يا ميس؟ هم مهندسون. هنا مهندسون هنا مذكر عاقل، جمع جمع مذكر عاقل مهندسون. طب اخرها ايه يا ميس؟ واو ونون. يبقى المذكر العاقل اخره ايه؟ واو ونون. اقول ايه؟ هم مهندسون. هم يذاكرون دروسهم. يذاكرون هنا ايه؟ فعل جمع مفرد ولا جمع؟ جمع. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. يبقى هم ضمير غائب لجمع المذكر العاقل سواء اسم او فعل. هن ضمير غائب لجمع المؤنث العاقل، زي قلنا هن امهات رحيمات. هن امهات رحيمات. امهات هنا يا اصحابي مفرد ولا جمع؟ جمع. مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، تمام. عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. اخرها ايه؟ الف وتاء. يبقى جمع المؤنث اخره الف وتاء، هنقول هن امهات، او هنا دي اسم، او ايه؟ هن يشربن اللبن. هنا ايه؟ فعل. يبقى هن ضمير غائب لجمع المؤنث العاقل، تمام. طب يلا نشوف تدريب مع بعض. رقم واحد نقط
يذاكر الدرس. نشوف هنا بيقول لي ايه في راس السؤال؟ ضع ضمير غائب مناسب. هنراجع مع بعض، ايه هم ضمائر غائب يا اصحابي؟ هو، هي، هما، هن، هن. برافو. رقم واحد ناقص يذاكر الدرس. نشوف يذاكر دي يا اصحابي اسم ولا فاعل؟ فاعل. تمام. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. تمام. مفرد ولا جمع؟ مفرد. يبقى الضمير بيستخدم لضمير غائب مفرد مذكر عاقل؟ هو. برافو عليك. يبقى نكتب مع بعض هو. رقم اثنين تلعب الكرة. كلمة تلعب اسم ولا فاعل؟ فاعل. مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. يبقى الضمير اللي بيستخدم للمفرد المؤنث العاقل هي. برافو عليك. رقم ثلاثة ولدان نشيطان. ولدان هنا مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ ده اخو يميس ألف ونون، يبقى ايه؟ مثنى. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. يبقى ايه الضمير اللي بيستخدم للمثنى المذكر؟ ها يا اصحابي هما. برافو عليكم. يلا هما. نقط اطباء ماهرون. اطباء مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع. مذكر ولا مؤنث؟ الاطباء دول مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. يبقى الضمير اللي بيستخدم لجمع المذكر العاقل هم. برافو. طالبات مجتهدات. طالبات مجتهدات. طالبات اسم ولا فاعل؟ اسم. مفرد ولا مثنى ولا مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع. اخره ايه يا ميس؟ الف وتاء. يبقى جمع ايه؟ مؤنث. يبقى ايه الضمير اللي بيستخدم لجمع المؤنث العاقل؟ هن. برافو. يبقى احنا عرفنا اصحابي مع بعض ضمائر الغائب ايه هي؟ هو، هي، هما، هم، هن. هو ضمير غائب المفرد المذكر العاقل، هي ضمير غائب المفرد المؤنث العاقل، هما ضمير غائب المثنى من نوعين مذكر او مؤنث، هم ضمير غائب لجمع المذكر العاقل، هن ضمير غائب لجمع المؤنث العاقل. السلام عليكم ورحمة الله.